ينضم إلينا من عمان أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في إيكويتي جروب. أسعد الله أوقاتك أحمد. يعني بكل تأكيد ما تترقبه الأسواق هي بيانات التضخم، خاصة من بعد البيانات التي تابعناها من سوق العمل والاستمرار في إضافة بالنسبة للوظائف في الولايات المتحدة، ولكن كانت بوتيرة أبطأ من التوقعات. برأيك كيف من المتوقع أن يكون مسار الفيدرالي الأمريكي وأيضا انعكاسها على تحركات الأسواق الأمريكية؟ صباح الخير سالي ولا. نعم، عندما ننظر إلى القراءات الأخيرة بالنسبة للتضخم فالتباطؤ هو موجود في الاقتصاد الأمريكي، وصول إلى 4% في قراءة التضخم الرئيسي في الفترة الأخيرة، والقراءة القادمة قراءة الأسبوع الحالي سوف تكون مقارنة القراءة السنوية مع ذروة التضخم 9.1%. القراءة الأخيرة ذروة التضخم سوف يتم مقارنتها، فبالتالي قد تكون هناك قراءة ناعمة باردة بالنسبة للتضخم فيما لو نظرنا بالمقارنة الحالية. لكن المخاوف بكل تأكيد القراءات التالية بالنسبة للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عندما نبدأ نقارن مع الانخفاضات من الذروة. بكل تأكيد عندما ننظر إلى تقرير الوظائف، تقرير الوظائف قد أعطى بعض الارتياح من ناحية، بعض المخاوف على التضخم من ناحية أخرى. بكل تأكيد سوق العمل لا يزال جيد، إضافة أكثر من 200,000 وظيفة، بالرغم من أنها هي القراءة الأقل من المتوقع الوحيدة منذ 15 شهر في تقرير الوظائف. عندما ننظر إلى الأجور لا تزال الضغوط التضخمية موجودة، معدلات البطالة لا تزال متواجدة في ضمن مستويات متدنية. فعندما ننظر لها سالي بكل تأكيد البطالة عندما تكون متدنية بناء على فيليبس كيرف أو منحنى فيليبس، عندما تكون قراءة البطالة منخفضة فالتضخم يكون قد يكون مشتعل أو يعطي إشارات مشتعلة. بكل تأكيد تقرير الوظائف لاج انديكيتر أو مؤشر متأخر، لكن يحظى ببعض الثقة من الفيدرالي الأمريكي، لذلك الفيدرالي الأمريكي ينظر إليه بكل تأكيد عن كثب في الفترات الماضية. عندما ننظر على تحركات الفيدرالي الأمريكي، الأسواق بكل تأكيد تسعر إمكانية رفع أسعار الفائدة، عوائد السندات أيضا اتجهت لتسعير الفوائد بشكل أعلى، عوائد السندات لأجل عامين وصلت إلى 4.95% اليوم، ارتفاعات من سيليكون فالي أو فشل سيليكون فالي، العوائد تسعر رفع أسعار الفائدة، صناديق التحوط بدأت أيضا تسعر أسعار الفائدة المرتفعة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، كما ذكرت رولا قبل قليل 5.5% هي المنحنى النقطي أو 5.6% تحديدا هو المنحنى النقطي الذي تصوت عليه الأعضاء. لكن بكل تأكيد الأرقام الاقتصادية القادمة سوف تكون الفيصل والحكم بالنسبة لتحركات الفيدرالي الأمريكي. لكن أعتقد أن القراءة التالية للتضخم ليس الحالية، القراءة التالية سوف تكون هي الأهم بالنسبة للفيدرالي الأمريكي للوقوف على قراءة التضخم التالية. طيب أحمد، في المشهد المغاير تماما البيانات الصينية، يعني هنالك محاولات في لكل البنوك المركزية في العالم لمحاربة تضخم قوي وإرجاعه للمستهدف على الأقل 2%. الصين ما تزال عندك أرقام التضخم ضعيفة 0%، ونحتاج إلى خطط تحفيز من قبل الحكومة الصينية أو بنك الشعب الصيني. أيضا مؤشر أسعار المنتجين ما يزال في نطاق الانكماش 5.3% انكماش. إلى أي حد يعني هذا المشهد الفجوة الكبيرة جدا بين اقتصادات العالم من مشهد والصين لوحدها من جهة أخرى، ستحدث لدينا ربما يعني فجوة، اتساع فجوة في السياسات ليست النقدية وإنما معدلات النمو العالمية؟ نعم رولا، عندما ننظر الصين وكأنها بمعزل عن العالم كله، بالرغم من أنها هي بكل تأكيد هي العالم بأجمع بالفترة الأخيرة، الاقتصاد الثاني في العالم، يعتبر صلة وثيقة بين الاقتصادات العالمية. لكن بكل تأكيد عندما ننظر إلى الطلب العالمي، ضعف الطلب العالمي، انكماش الطلب العالمي أثر بشكل قوي على الاقتصاد الصيني، قراءات متتالية سلبية للاقتصاد الصيني بالرغم من التفاؤل الذي كان على شكل واسع مع انفتاحات الاقتصاد مع بداية العام. عندما ننظر أيضا للقراءات التي ذكرتيها رولا، مؤشر المنتجين بمستويات انكماشية، مستويات سيئة، التضخم 0%، فلات، مرحلة فلات. بكل تأكيد المخاوف لاتجاه الانكماش، السياسة التسهيلية بالنسبة للصين على ما أعتقد واردة في الفترة القادمة أو استمراريتها وارد في الفترة القادمة، لمحاولة السيطرة بشكل أكبر على الاقتصادات أو السيطرة على الاقتصاد الصيني. كما ذكرتي رولا، الثغرة أو الفجوة بين السياسات النقدية مؤثرة بشكل كبير، عندما تم رفع أسعار الفوائد في الاقتصادات العالمية قل النمو، قلت مرحلة الإنفاق، فبالتالي تأثيرها على الاقتصاد الصيني
كان واضح وجلي بكل تأكيد. عندما ننظر لمؤشر مديري المشتريات في أنحاء العالم، التصنيع سجل انكماش لخمس أشهر وأكثر على الاقتصادات العالمية، تأثير واضح خاصة بأن اقتصاد الصين قائم على الصناعات. فعندما ننظر إلى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وانكماشه، بكل تأكيد تأثيره واضح وجلي على الاقتصاد الصيني. كما أن مؤشر الخدمات يسجل بكل تأكيد في الاقتصادات العالمية انخفاض في الفترة الماضية، فقد يكون التأثير قوي أيضا على الاقتصاد الصيني. وبكل تأكيد الطلب العالمي كان له التأثير الأكبر والجم الأكبر في على الاقتصاد الصيني. نعم أحمد، يعني عم نترقب هذا الأسبوع أيضا قرار المركزي الكندي، وخاصة من بعد القرار الأخير اللي فاجأ الأسواق ورفع معدلات الفائدة، هل من المتوقع أن تكون أي مفاجأة في هذا الاجتماع؟ ولكن هل وفق ما تسعره الأسواق برفع معدلات الفائدة ب 25 نقطة أساس؟ نعم سالي، قراءات التضخم الأخيرة بالنسبة لكندا فيها تفاؤل كبير جدا، قراءات 3.7% و3.4%، قراءات تعتبر جيدة نوعا ما، 4.75% للفوائد. عندما نقارن أسعار الفوائد في كندا مع أرقام التضخم، فأسعار فوائد هي تعتبر مرتفعة قليل وبعض بعض الشيء، لكن على ما أعتقد كندا مستمرين بفترة صبورية، فترة تجديد السياسة النقدية للمخاوف المتواجدة من الأرقام الاقتصادية حول الضغوط التضخمية. عندما ننظر للأجور وهي الأهم على ما أعتقد في الاقتصادات العالمية والمؤثرة بشكل كبير على إشعال أرقام الضغوط التضخمية، فهي لا تزال تسجل بعض الارتفاعات. فلذلك ممكن أن يكون التوجه لعمليات رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس هو استباقي لأحداث أو أرقام التضخم القادمة. وعلى ما أعتقد لو كندا اليوم رفعت أسعار الفائدة سوف تكون إشارة جلية لإمكانية استنساخ السياسة النقدية الكندية في الولايات المتحدة الأمريكية والتوجه لعمليات رفع أسعار الفائدة. صقوريا نعم، كندا قد تتجه لعمليات رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. حبيت صقوريا يا وحمائميا معناتها المرة الجاية، يعني هاي شوية المصطلحات اللي ما شاء الله الشباب الجديد، أنا استغربت أنه اللغة العربية عنده هيك أحمد. شكرا يا أحمد، كنت معنا من عمان وأنت محلل أول لأسواق المال في إكويتي جروب.